بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رانا في المكان هذا يسموه يا سيدي في البارك هذا؟ نو خلينا من البارك انا وريناه. هذه الخيمة وش يسموها؟ هذه خيمة تسمى كولات الشاف التقليدية والعصرية. يسموها مأكولات خيمة الشاف للمأكولات التقليدية والعصرية. شكون هو الشاف؟ شكون هو الشاف؟ متفت حسن. انت هو الشاف؟ الله يبارك. انت يا على حسب ما قلت لي قسنطيني وليت مسيري. وانا اخي هكذا نقول اصلا قسنطينة ومستوطن في ولايه قسنطينة. الله يبارك. عندي مده 27 سنه. نحب الاكلات التقليديه تاع المسيري. نحب الطبخ بصفه عامه. الاتجاه تاعي كان المفضل اني نطيب هذه الاكلات التقليديه الخاصه بولايه قسنطينة بالحضنه بصفه خاصه. الله يبارك. تصنعهم وحدك ولا عندك اللي يعاونوك؟ انا شغل انا الكويزيني. وعندي اللي يكونوا معايا ديات كويزيني هكذا شغل نعلمهم يوقفوا معايا. الله يبارك. الاشراف تاعي انا. منين تعلمت تاعي الاكلات هذه؟ بارك الله فيك. كان عندي محل في قسنطينة في حي 500 مسكن. كنت نمارس درت بيتزيريا درت كذا وفي عام من الاعوام هكذا في 2015 حبيت اني نمارس هذا النشاط درته خدمته عام ثم وشفت يعني باللي عندي لا كاباسيتي اني عندك لاما طريبيه عندي الذوق شويه وعندي لاما فضرب العالمين حبيت اني نطور هذا الجو هذا والعاده المسيريه وهذه الاكله الشعبيه واني ان شاء الله نروح بها ونزيد بها حوانت هكذا ونوصل الذوق تاعي هذا. سما دوكا انت عند انسان خارق. مش لدرجه. اسمح لي اسمح لي دوكا نقول لك علاه. جيت للمسيلة وديت لهم حرفتهم. بارك الله فيك. الله يبارك. هذه شغل ميول يعني ميول مجرد ميول. السلام عليكم. السلام. شغل حبيت هذا الدومين وثاني حب لي ريستوراسيون يعني المطعم العصري. بس كان حبيت درت كوتي تاع مأكولات تقليدية وهذاك الجناح الثاني راح يجي فيه مأكولات عصرية. دوكا نتكلموا على دوكا وقتاش حبست من المسيلة؟ عندي 6 شهور هكذاك. حبست المحل هذاك حبسته بدلت النشاط خليته يخدم نشاط واحد اخر كما نقول المأكولات التقليدية تاع البيتزا وطاكوس لي باي. الله يبارك حاجة جديدة هذه. وقتاش جيت لهنا؟ هنا ملي حل البارك عندي مدة 10 ايام ملي جيت لهنا. سما هنا راك جديد. بارك الله فيك. هنا جديد وحبيت. ليه يعني خيرت البارك وما خيرتش بلاصة واحدة أخرى؟ بارك الله فيك. هنا هذا الملتقى البارك هذا يعتبر ملتقى كما نقول احنا ورابط تاع الدوائر والولايات يكتشفوا هذا البارك. وهنا درنا الكوتي هذا خاص بالخيمة باش نوصلوا لهم الذوق تاعنا سواء كان انسان قسنطيني ولا سكيكي. راهم على حساب الشيف تاع البارك قال لك حوالي 15 ولاية راه زارت المكان. راه تجي في الايامات اللي فاتوا يعني قبل 15 جور 13000 زائر يدخل هنا بالجمعة في نهار واحد. الله يبارك. 13000 زائر. سما يكون عندكم ضغط وطلب على الماكلة. بارك الله فيك. قوي. يكون الضغط على الماكلة هذه. الله يبارك. بارك فيك. ندوروا دورة دوكا احنا هكذا هذا البرا تابع للمطعم. هذا الجناح تابع للمطعم. القاعه هذه خاصه بالمأكولات التقليديه. وكاين هذاك الجناح هذا اللي نشوف فيه ان شاء الله ممكن هذاك اللي من هنا ها هنا ممكن بالخميس ان شاء الله راح نمشيو فيه الجمعه نحلوه طول المأكولات. الله يبارك. هذا اللي يحب ياكل برا هذا المكان يقدر ياكل. الله يبارك. تفضل نزيدو برك هذيك الصاله تضرب فيها. روح اسمح لي. شوف تفضل. ليه مالي مالي فريده ها هذه اللي هنا هذه القاعة ولا ها يعني صورتها. الله يبارك. يا هذا اللي نوجدوا فيها ان شاء الله باش ندير فيها مأكولات عصرية فيها تستقبلوا العراس يعني العدد البروغرام تاعنا ان شاء الله. انا موجدين برنامج خاص هكذا وعلى حساب الزبون حساب العريس باش يحوس ياكل نوفروا له الماكلة يقول لها ينتقدوا يعني يوم مانطون تبكروا 200 300 شخص مانطون يعني واجدين عادي جدا كي يجيو كان جروب من مش عارف منين زوج كيران ولا ثلاثة تقدروا توفروا لهم نقدروا الله يبارك فيها. عندنا صال في اي بي داخل ثاني خاصة بال نروح نشوفوها معليش.
ونحسوا نوجدوا لها في الديكور تاعها. الله يبارك. خاصه مثلا كيجينا ناس هي معروفه البي اي في يسمى فيري امبورتنت بيرسوناليتي ولا هكذا يقولوا ممكن يقولوا هكذا. اذا راك في مكان مرتفع ولكن مش مرتفع جدا، راكم يسمى راكم في مكان رائع يعني باغي انا موقع استراتيجي. الله يبارك. هو المدخل تاع القاعة الكبرى هذه، وهنا نشوفوا المأكولات ولا هنا واش عندك واش توفر؟ دوك في الوقت الحالي عندنا شخشوخة، عندنا مهراس، عندنا لحم فوق. والأسعار هذيك تبقى هي هي ولا ممكن تتبدل؟ تبقى هي هي ما تبدلش. الله يبارك. في متناول الجميع يعني قادر إنسان بسيط أنه ياكل وإنسان ثاني يعني تقريبا راه أسعار البرا دوك. بارك الله فيك. كاين ناس يهابوا كي يجوا هنا يقول لك هذه الخيمة حندخلوا ليها الماكلة غالية، والعكس راها شائعة برك. الله يبارك. ممكن برا يلقاه البار ب 30000، حنا عندنا هنا ب 25. لا باش نزيدو ندخلو تفضلوا كول. اهلا وسهلا. لهنا هذه القاعة الكبيرة يعني. بارك الله. قداه ممكن تهز هذه حسبتوها؟ هتهز يعني شوية هكذا. الله يبارك. تهز تهز. الله يبارك. ديجا هم الجماعة بداو ياكلوا في المهراس وبصحتكم. قول لي سي عبد الحميد، انت كيما نقولوا اللي عندك معرفة بالمهراس، واش رايك فيه؟ هذا السلطة اللي داروها هنا. ها؟ السلطة زينة مليحة. زيت. ومن ناحية البن؟ ناحية البن ما ذقتش. ذوق. هو مزبد على حسابه. مليح. ها؟ مليح. الله يبارك. شكرا سي عبد الحميد. زيد روح نقصوا لداخل. هاني جاي. هذه هي لاكويسين تاعنا. الله يبارك. هذه هي هذيك، هذا البن، هذا الطواجن. الله يبارك. هنا لاصوص تاع المهراس. ها؟ هذه بيتزا تاع الجين، هذه المنطقة تاع الشخشوخة. الله يبارك. اها. زيد. خاصك تشوف فيها الكبير صورتها. هاي صورتها صح. وراء الفي اي بي اللي قلت لي. هاي. فيها قش يعني موجودين باش ديروا الديكور تاعها. عندكم تواليت متوفرة كلش. الله يبارك. هذه مازلتوا ما. بارك الله فيك. هذه مصرفية. يسمى عندكم غير 10 ايام مازال. مازال. الله يبارك. والمنظر منها تشوف رائع. الله يبارك. ما شاء الله. وفي قد راكم تعاونوا هنا؟ هنا في سيرة. الله يبارك. وكل من مسيلة ولا؟ كل من مسيلة. الله يبارك. يبارك فيك. كاش كلمة أخيرة تقولها؟ واش ممكن تقول؟ نتمناو أنو الزوار هذو يجوا يجوا للمكان هذا. ها؟ إي شغل نوصلوا لهم ذوق مليح، نوصلوا لهم مش حبيت نقول لك يعني نوري لهم الاكلات التقليديه الحضنيه ان شاء الله يا ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن الناس اللي جونا الزبائن. بارك الله فيك. نكونوا عند حسن راي الزبائن ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. بارك الله فيك. نروحوا بالدنيا ان شاء الله.